بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 42. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على الآيات السابقة، قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، إلى قوله تعالى: والكتاب المنير. وقد بدأنا في الحلقات السابقة، بدأنا في استنتاج ما في هذه الآيات من فوائد عظيمة، ومنها أن اليهود يتعاملون أقبح التعامل مع الله سبحانه وتعالى ومع أنبيائه، فمع الله جل وعلا كما سبق أنهم قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وكما ذكر الله عنهم من قولهم: يد الله مغلولة، يعني أن الله بخيل، وصفوا الله عز وجل بالبخل، وغير ذلك من كلامهم القبيح في حق الله. أما مع الأنبياء فإنهم تعسفوا في حق الأنبياء، فمنهم من كذبوا بنبوته، ومنهم من قتلوه، ومنهم من سبوه سبا قبيحا، كما حصل منهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم من المواقف القبيحة. وإذا قرأت ما ذكر الله عنهم مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، وما لاقاه كليم الله منهم من المواقف السيئة، كما ذكر الله ذلك في القرآن، خصوصا ما جاء في سورة الأعراف من مواقف اليهود مع كليم الله موسى عليه السلام، وما لاقاه منهم من التعنت ومن وهل تجد أقبح من قولهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وغير ذلك من مخزياتهم وسبهم لله ولرسوله. ويؤخذ منها غلظ عقوبة اليهود عند الله، وكل من عصى الله على بصيرة وعلى علم، فإن اليهود لما كانوا على علم بالله عز وجل بما جاءهم من البينات وعصوا الله عز وجل، غضب الله عليهم. فاليهود مغضوب عليهم لأنهم عصوا الله على بصيرة وعن معرفة، فاستحقوا الغضب من الله سبحانه وتعالى. وكل من وليس هذا خاصا باليهود، بل كل من عصى الله على بصيرة وعلم من غير جهل، فإنه ينال ما ناله اليهود من غلظ العقوبة والغضب من الله سبحانه وتعالى، بخلاف الذي يعصي الله على جهل وضلال، فإنه أخف جرما من عصى الله على بصيرة. ويؤخذ من هذه الآيات أن الجزاء يكون على الأعمال، وأن الله منزه عن الظلم، ذلك في قوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم، أي هذا العذاب الذي وقع عليكم في النار وذوق الحريق، إنما هو بما قدمت أيديكم لكم. فالله لا يجازي إلا على الأعمال، فهو يجازي على الخير، على الطاعات الخير الكثير فضلا منه سبحانه وتعالى، ويجازي على السيئات وعلى الكفر والشرك بالعدل منه سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. ويؤخذ من هذه الآيات تعنت اليهود في حق الأنبياء، وعنادهم في حق جميع الأنبياء وفي حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال حصرهم برهان النبوة
في القربان الذي تأكله النار، وهم يعلمون حق العلم أن الأنبياء لهم معجزات كثيرة، لهم معجزات كثيرة غير هذه المعجزة التي ذكروها. فحصرهم لعلامة النبوة بالقربان الذي تأكله النار، وقولهم إن الله أمرنا عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، هذا من الكذب على الله عز وجل. ومعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرة ومتنوعة، وكل آتاه الله ما يناسب حاله. فموسى عليه السلام أعطاه الله الحية التي العصا الذي ينقلب حية، وأعطاه من الآيات الكثيرة 9 آيات بينات كما ذكر الله جل وعلا. وعيسى عليه السلام أعطاه الله إحياء الموتى، ذلك أنه إذا مسح على المريض وكلمه فإنه يحيى على الميت، إذا أن عيسى عليه السلام إذا كلم الميت فإن الميت يحيى ويجيب عيسى عليه السلام، هذا معجزة، ولكن هذا بأمر الله وبإذن الله، تخرج الموتى بإذني. وأعطاه الله إبراء الأكمة والأبرص، الأمراض المستعصية التي لا يعالجها الطب، أعطى الله عيسى عليه السلام علاجها وشفاءها معجزة له عليه الصلاة والسلام. وأعطى الله محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن الذي هو أعظم المعجزات، حيث إن العرب على فصاحتهم وبلاغتهم عجزوا أن يأتوا بأقصر سورة من القرآن، وهو بلغتهم وهم عرب فصحاء، ومع هذا تحداهم الله في أن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطيعوا. وله صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة، ولكن المعجزة الخالدة والباقية هي القرآن، هي القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي قبلي إلا أعطاه الله ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أعطيته وحي أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. والمراد بهذا الوحي هو القرآن الكريم، فهو أكبر المعجزات وأعظم المعجزات. ويؤخذ من هذه الآيات أيضا أن تكذيب اليهود لأنبيائهم الذين جاءوهم بما قالوا وقتلهم إياهم، أنهم مع أنهم جاءوهم بما قالوا من القربان الذي تأكله النار، أنهم لم يؤمنوا بهم أيضا، بل قابلوهم بأقبح الجرائم وهو القتل. فأين قولهم لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار؟ ولهذا قال تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فهذا من باب تكذيبهم بجنس ما قالوا ورد ما قالوا عليهم وقلب الحجة عليهم، ليتبين خزيهم وعارهم وتعنتهم وكذبهم على الله وعلى رسله. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.